إلى حساب معالي وزير السياحة أحمد الخطيب، والذي نشر تغريدة جاء فيها: سعدت بتكريم حسن عواد ويزن عبد الرحمن سكان قرية رحيب في منطقة المدينة المنورة، نظرا لاستقبالهم للسياح والزوار بكل كرم وحفاوة وإبداء أروع الصور للمجتمع السعودي الكريم، وسرني ما بدر منهم تجاه سياح وزوار السعودية. خلونا نشوف هذا الفيديو. We've been invited in for coffee by Hassan, who is famous on TikTok. We're downloading TikTok right now so we can check out his page. Then راح نسوي لنا قهوة بالثلج. وش سويسرا؟ وش أمريكا؟ قلت لهم my friend, please come with me the home. ركبت لهم الجمعة عندهم فهمون. عشاك الليلة عندنا، والله خفاك، إن شاء الله أنك غير ضيف عندنا، إن شاء الله. السلام عليكم. أول ما شفت أوسكار ودان، هو أول مرة أصلاً قابل أجانب، كان الموضوع يعني جديد علي، لأن إحنا تونا كنا على بداية موضوع السياحة وكيف هذول وصلوا هنا. جميلة. أنا شفتهم بالصدفة، توي راجع من المزرعة وتعبان، رحت كلمتهم وأصلاً ما أدري إنهم عندهم متابعين ولا أدري إن الكاميرا معاهم، كانوا مستغربين، يعني حتى قال وات، يعني أنت إيش تبغى عرفت؟ موضوع الحفاوة مو شيء جديد، من زمان الدنيا، من أيام أجدادنا أكرمها بكل شيء، باستقبالي لها، موضوع الأكل، وإني أخليها على طبيعتها، ما أحب أن يكون الموضوع رسمي بيني وبينها عشان حتى هو يرتاح معي في السوالف. الحفاوة هي الكرم عندنا، ضيافة ونقدم لهم بما لذ وطاب من الأكل ويكونوا مستانسين عندنا وذي كذا يعني حفاوة. والله شرفتي. أكثر شيء أبغى أبرز عن موضوع الحفاوة إن هذا ترى شيء طبيعي عندنا، يعني طبيعي إني أستقبلك وأحلف وأذبح لك وأعزمك، وكل المواضيع هذه متعودين عليها، جدا طبيعي. حفاوتنا ما يعيقها شيء، لغة غير لغة، لو حتى لا يسمع ولا يتكلم. أكيد يستاهلوا حسن ويزن هذا التكريم، مثلوا شبابنا خير تمثيل.